انا بفتخر انه في عقلية مصرية قدرت توصل بالتصميمات للشكل ده. الحمد لله. حاجات كلها حلوة قوي قوي، خشب مصري، ديزاينات مختلفة. أنا سعيدة بالحاجات اللي معمولة، سعيدة بالأفكار الجديدة، سعيدة بالقماش، سعيدة بالحركات اللطيفة. أنا ندمانة أن أنا بيتي ما بس الشاليه، أنا عارفة أن أنتوا الشاليه أفتر وبيفور بالظبط هتقلبوا لي الدنيا إن شاء الله بإذن الله. ومبسوطة أن أنا بتعامل معاكم وببارك لكم يا رب دايما من تقدم لتقدم. سعيدة جدا بتجربتي مع أرت هاوس. الحقيقة ما كنتش متخيلة حجم التعاون وحجم الاهتمام وحجم الاحترام وحجم المسؤولية، مواعيد التسليم، في الاهتمام بالتركيبات، كلهم أشعروني إنه المكان اللي بيفرشوه ده مكانهم، بيتهم هم مش بيتي أنا. بخص بالشكر الباشمهندس محمد على التعاون معايا، وعلى انه يعني باستمرار كان بيرد على تليفوناتي وبيجاوب على كل تساؤلاتي، وحقيقي انا ازعجته كتير لان انا كنت طالبه طلبات كتيره قوي، ولانه كل يوم بنغير التصميم وكل يوم بنعمل حاجه مختلفه. السرعه كانت هايله جدا جدا. انا سعيده ان انا فرشت البيت في يومين. انا بقول انه ارت هاوس من احسن الناس اللي اتعاملت معهم في حياتي على مستوى فرش البيوت. بشكركم جدا جدا جدا. روجينا، مفيش حاجه ما اختلفش عليها اتنين، لكن بيفضل النجاح الناس كلها بتتفق عليه. شكرا لكل المشاهير اللي اختارونا عشان حلمهم يكمل بينا، لذلك فخورين باننا الاختيار الاول والوحيد لمشاهير وفنانين المجتمع في مصر. ارت هاوس، حلمك هيكمل.